مساء الخير والمحبة عليكم مشاهدين الكرام وين ما تكونون. اليوم حلقتنا من برنامج الموعد حلقة مميزة بها مفاجأة كبرى، لأنه نجمنا حقق مفاجأة كبرى. كرام، مرحبا بكم مره ثانيه مع بدايه برنامج الموعد. اكيد عرفتم ان ضيفنا هو النجم العالمي ستار سعد. هو فعلا هو ستار حبيبي ستار سعد، نجم ذا فويس والفائز الاول برنامج ذا فويس. في لقاء راح يكون اكيد مليء بالصراحه، مليء بكشف الاسرار، مليء بالابتسامه الحلوه. هذه الابتسامه اللي سحرت كل الناس وسحرت عيونكم وبالغناء الجميل من صوت ستار. رحب بك مرة ثانية ستار في بلدك بغداد. حبيبي مرحبا بك ومرحبا بقناتكم الحلوة. إن شاء الله يتمتعون اليوم الجمهور ويانا يعني من خلال برنامجك، برنامج الموعد. إن شاء الله. تعبان نفسيا، فكريا، جسديا؟ أكيد عليك ضغط كبير كانت هذه الأيام اللي راحت. والله التعب ماكو إن شاء الله، فرحان بوسط أهلي وناسي يعني، و استقبال كان جدا راقي وفرحان شوفت اهلي ووصلت على بلدي العراق. رغم اني ما يعني ما طولت كثير، بس واحد يعني يشتاق الاهل وناسه. تمام. فرحت جدا لان شفت الناس شلون ينتظروني وفرحانين لان جبت اللقب للعراق. برافو علي. أنا جدا سعيد بهاي الأيام، أيام حلوة رغم التعب، بس إن شاء الله ماكو تعب. تعب مثمر. أكو ثمرة. الحمد يعني لله. لكل مجتهد النصيب، وأنت ما شاء الله كنت مجتهد. الحمد لله. راح نخوض بتفاصيل يعني هذه الجائزة الكبيرة اللي حصلت عليها. نعم. خليني أعرف ستار هذه اللحظات الأولى اللي المشاهدين ما يعرفوها. كل الناس عرفوا ستار، ابتسامته الحلوة، تسريحته، أناقته. أريد نعرف أشياء ما عرفوه كل الناس وخلف الكواليس صارت. أول أغنية غنيتها وشاركت بها ببرنامج ذا فويس هي كان موال. أمل منك. أمل منك الفنان حسين البصري. حسين البصري تحياتنا له، نوجه له تحية. تتذكر شنو كنت لابس؟ إي شنو؟ خليني أشوف ذاكرتك زينة ولا لا؟ بنطلون لونه أكيد أبيض. والقميص. لا بس يعني حلوة اللبسة ولا لا؟ ما عجبتك؟ لا حلوة جدا. والله هي كانت كلاسيك يعني. كلاسيك إي. حلوة كانت، قميص نيلي وبمربعات حمراء. حلو. زين. شلون ال اي مربعات احمر مو احمر؟ لا احمر. زين ذاكرتك جيده. زين ستار احكي لي، اول ما اعتليت خشبه المسرح وقائد الفرقه قال يعني 1 2 3 4 سحبت نفس. لا احكي لي شلون فكرت. كانت صعبه جدا لان اول مره تصعد على مسرح، ومسرح عالمي يعني تقول يعني ملايين من الناس تشاهدك بكل العالم،
وعلى قناة عالمية. تمام. يعني كانت رهبة رهبة يعني رهبة كبيرة، بس الحمد لله والشكر يعني تحولت إلى طاقة حتى أطلع إمكانيتي وصوتي بكل ما أملك بهذا الموال، وكان موال يعني كلش حلو. أنا حبيت إنه أقدم أغاني يعني عراقية. ليش قديمة. اخترت هذا الموال؟ حسيته يعني أنا حسيت. حبيت كلامه. حبيت كلامه وموال يعني هو جميل أكيد. يعني مستحيل يعني أكو واحد سمع هذا الموال وما حبه، لأن موال جدا جميل. والشغلة الثانية حبيت إنه أغني الأغاني العراقية القديمة، لأن حتى نوصلها للعالم العربي، لأن هذه الأغاني تفتقر إنه كثير من الفنانين يعني ما وصلوا هذا الإغناء، لأن هذه أعتبرها هاي الأغاني القديمة أعتبرها مدرسة. تمام تمام. إذن هذا وعي كبير جدا إنه فنان وفي بداية مشواره يحاول يفكر بهذا الوعي الكبير، إنه في خزين كبير من الأغنية العراقية والألحان والجمل الشعرية، أنه يجب أن تصل إلى العالم من خلال أصواتكم الجميلة. أكيد أكيد. احكي لي الآن، أنت غنيت أمل منك أصد عنك كذا من قالع وفنك. وفنك. افترت لك 3 كراسي. الحمد لله. و افترت الكراسي طبعاً بعد ما حسيت إنه أنا جدا أسوي خلاص، وأنا كنت أتمنى إنه الأستاذ كاظم الساهر يبرم لي، وحكيتها يبرم لي هاي اللبنانية يفتر لي. ايش قد بقيت بلبنان فذلك؟ ما 3 أشهر. هو 3 أشهر. شو اسمه؟ يلا هسه أول ما نطلع من هنا نروح لك باكر على ما ترجع. لا أكيد. زين. افتر لك، كنت تتمنى أن تحلم إنه الفنان كاظم الساهر ولو لمرة واحدة حتى يمكن. أي والله. كل بعد هاي المرحلة حتى. يعني تفاجأت الكراسي هم 3 على الصور، ما يعني بوقتها أنا على المسرح حسيت الكراسي 3 مفتروا. يعني ما حسيت انه استاذ كاظم مفتر، يعني من شفته بالشاشه لا، استاذ كاظم اول واحد برام، بعدين استاذ صابر، وبعدين الشيرين. هذا وين شفته بالشاشه؟ انت مو مباشره امامك يعني، مو على الواقف على المسرح. انت ما عرفت الجزئيات البسيطه؟ لا يعني من قد ما مشنج على المسرح والرهبه الموجوده بيها ما حسيت، يعني اريد اشوف منو اللي افتر اول واحد. حسيت انه الثلاثه افتروا، فتفاجأت. تفاجأت. أبوع رهبة رهبة كبيرة كانت. زين. يعني هالأيام ما راح أنساها طبعاً. أبداً ما راح تنساها. يعني هي يعني هذه أيام أنا أعتقد في حياتك راح تكون أيام خالدة. هي الخطوة يعني أو الخطوات الأولى لبداية هذه الشهرة الكبيرة، وإن شاء الله عند يعني تحافظ على هذا الشهرة من خلال ما تقدم. أكيد أكيد. أنا أعتبرها هذه بدايتي. لازم يعني شنو اللي راح نسوي من بعد البرنامج حتى لا نختفي عن الجمهور. تمام. لازم نتواصل وياهم، نعطيهم اللي يحبوه. تمام. تمام. وان شاء الله الله يوفقنا ويعطينا القدره حتى نوصل لاصواتنا. إن شاء الله. عاصل حلاني، عاصل حلاني ما حب صوتك من دار لك؟ يمكن صار اخطاء بصوتي ما حبها، يمكن هذا الشيء يعني يرجع للاستاذ صابر. صابر الرباعي يعني يسوي لك هيك يعني شويه اهدأ. اي لان هي متوتر يعني. زين. فشافني الان، شافني ضحكت انه انا فرحت. فرحت الفرحه يعني، فقال لي سيطر يعني ظل خلص اهدى. أي. ريلاكس. اي الحمد لله. الان اريدك يعني تحكي لي انه انت بعد ان كنت تحلم انه مثلا كاظم الساهر، مجرد انه يعني يمكن نشوفه تاخذ يا صوره. كنا نحلم مجرد نشوف كاظم الساهر ناخذ يا صوره، هذا فناننا الكبير. الان مصير كاظم الساهر بيت ستار، يفتر له ويتمنى انه ستار يكون ضمن فريقه. صراحة مثل ما قلت لك، أنا يعني أول ما دخلت على البرنامج حكيت قلت لهم أنا إذا افتر لي الأستاذ كاظم الساهر أنا مكتفي. الحمد لله والشكر أمنية كانت وتحققت. ورحت مع الأستاذ كاظم الساهر. وما خيب الظن. تمام. ولا خيب الظن جمهوري. تمام. وصلنا إلى مرحلة يعني حتى كنت متفاجئ يعني الحقيقة، لأن مراحل صعبة وصعبة يعني منافسة صعبة، لأن أصوات كلها أصوات مميزة وأصوات تمتلك يعني قدرات. صحيح. تأخذ أحلى صوت. هو كاظم الساهر يعني من خلال خبرته الفنية أنه هو يعني قرأ الحالة صح، قال لك أنت مشروع نجم. فنان كاظم الساهر في بداية أستاذ كاظم الساهر أتصور هو يعني فكر للبعيد، يعني قال أنه هذا
اتصور يعني هيك كان يعني لا مو تصور اكيد اتصارت علاقه بيناتكم وحكينا شنو اللي صار. لا هذا ما يعني ما كان يعني الاستاذ كاظم حاكي يعني هاي من يمي يعني اتصور انه فكر انه ستار صح صعدت انا باول مرحله كنت شويه متلبك و اكيد بس بينا للجمهور ورغم يعني التدريبات المستمره مع الدكتور ايمان والاستاذ كاظم الساهر عبرت المرحله يعني عبرت المرحله والحمد لله والشكر. خلينا مرحله مرحله يلا اوكي نرجع الى وين الان كل الجمهور اللي يشوفنا هم دارين الكراسي ها هذا لك تغني لي على مود كل الجمهور يسوي هيك ويندار الستار اوكي أمل منك صد عنك كذب من قال عوفا لو حطوا بدرب النار دمع عيني لطفي ودق بابك وشوف أنك إيش تريد تصير طير الطير لا طير وياك وهم تحط ولزمنك تريد تموت تريد أصيحا حال حال أصيحا حال أحب أنك وقبل ما أموت أصيحا حال أحب أنك. أنا متأكد كل الجمهور ده يشوفنا الآن ده يسوي كل من داره صوت جميل جدا. هذه المرحلة كانت مرحلة مهمة في تاريخ ستار سعد. عبرت المرحلة الآن المسؤولية كبرت الطموح كبر. المرحلة الثانية واجهت أخويا وحبيبي علي حسن. أنا ما كنت أتمنى أنه أواجه مشترك من ابن بلدي حتى لا ننظلم ونكون يعني منافسين بيناتنا بس هي صارت يعني أنا طبعا كنت قبل علي يعني اختبرت أو يمكن علي اختبر قبلي ما أذكر بذاك الوقت زين. أي غنيتي أغنية أيضا من التراث العراقي أي غنينا أغنية من التراث خلانا الأستاذ كاظم الساهر أنا وعلي لان كان علي شوي يعني لونه قريب إلي الطبقة اللي اختاريناها أنا أقدر أجيد يعني أعلم تمام بس اختاريناها حتى يعني تلائمني وتلائم صوت علي الاثنين ما ينظلمون حتى ما يصير ظلم قسم الأستاذ كاظم الساهر قال راح أختار الصوت راح أختار اللي يغني أحلى تمام يعني هذا الكلام يقال لازم لان جمعنا الاستاذ كاظم الساهر كل المشتركين احنا يعني احنا شفناه حتى قالها على الجو قال انا اختار الصوت, أختار الصوت اللي يقنعني اللي يقنعني اللي ممكن واللي اللي يكون حضوره وصوته يعني يقنعني بكل شيء تمام الحمد لله والشكر يعني قدرت الله وفقني بهاي المرحله همينا كانت اكو رهبه بس الرهبه اختلفت يعني عن المرحله الاولى لان شويه قعدنا مع المدرب صارت علاقة بين كاظم الساهر يعني هذه شوية خلتنا نكون أهدى على المسرح زين أنت على ما يبدو أنت الطفل المدلل لكاظم الساهر صح صحيح صحيح شنو هذا السر؟ أتصور هو يعني حب إمكانيتي وصوتي وحب أنه الأستاذ كاظم الساهر قال ستار يشبهني يعني سألول تمام الصحفيين قالوا تمام ستار طبعا شنو بيشبهك شي يشبهك بستار يعني اكو صفه مشتركه بينك وبين قال يمكن يعني يذكرني بايام يعني من كان بالعراق والوضع اللي مر به هو
قبل أن ينعرف على مستوى العالم تمام العربي. تمام. إحنا كنا مدللين الحقيقة يعني. أيه. الكل. يعني الكل يعني خولة عمار سامر السعيد. هو الدلال يعني هو الدلال يعني يأتي من إيمانه بصوتك وهذا حق مشروع. أكيد. بس هو هي أكيد المشكلة هي الأصوات كلها أصوات حلوة. أصوات كلها حلوة. كلها أصوات كلها حلوة اللي ايه؟ اللي شاركت. ايه؟ وأيضا أكو صفة مشتركة بينك وبين كاظم الساهر وهاي شيء جميل جدا إنه هو الفقر هو يخلق الإبداع. صح. يعني حضرتك من عائلة فقيرة والفنان كاظم الساهر من عائلة فقيرة. وفنان كاظم الساهر اجتهد ووصل إلى مرحلة العالمية. الحمد لله. وهذا شيء جميل جدا. وأنا أتذكر يعني مرة من المرات حسب معلوماتي وحسب يعني المعلومات اللي قدرت أحصل عليها أنه أنت تشتغل مع والدك تشتغل بالسقوف الثانوية بالديكورات. حكيت أنا على تمام بالديكورات. لا خلي أقول لك المعلومة شنو اللي حصلت. أنه أول مرة أنه أنت صاعد على السكلة تشتغل بالديكورات الثانوية وأبوك الله يطيب الصحة موجود ده يشتغل جوا. فغنيت أنت فشفت ابوك انتبه عليك انت خفت بقيت ما تغني قال لك لا ابني غني صوتك حلو. تمام هاي المعلومه صح. صحيح صحيحه اي صح. اي الان انت انا اعتقد كنت يعني شويه خجول يعني قدام اغني امام شخص او بين اهلي وهاي يعني ما كنت اقدر اغني. بس الحمد لله والشكر يعني صارت لي جرأه بعد ما سمعني والدي وطاني انه قال لي استمر زين. وانت قلت يعني يعني احنا كنا في حال ميسور ووضع جيد لكن تعرف الظروف العراق اللي مرينا بيها وفي فتره من الفترات انه انتم يعني ماديا ما كنتوا مكتفين والان ان شاء الله يعني الحمد بعد لله يعني بعد فوزك الصحه والعافيه اكيد برافو عليك. لكن الان يعني ان شاء الله بعد فوزك اكيد ان شاء الله يعني يتغير الحال نحو الله. الاحسن ان شاء الله. و أسدت الآن من أصحاب السيارات 2014. جبت السيارة ولا بقت هناك؟ لا ظلت بعد. ظلت بعدها. حلو سياقتها؟ إيه حلوة. السوق سريع أنت؟ لا مو سريع يعني سياقتي هادئة. كم سيارة امتلكت بحياتك؟ أصور إنه هاي أول سيارة. أول سيارة. وإن شاء الله تأخذ الأحسن بعدها. أشكرك. زين خلينا نروح على المرحلة أخرى اللي هي تصويت الجمهور وربحت. راح أجاوبهم طبعًا. هاي راح أجاوبهم. إن شاء الله. والله ذكريات حلوة. إيه. زين ستار سعد. فشي حلو هذا. زين بعد احكي لي انا طبعا وعدت الجمهور انه هذني راح دائما افتخر بتصويتكم و هذني راح يتجوما وراح يكون دائما وياي. كل سفراتك تاخذهم كل ان شاء الله اكيد. حلو احكي لي على شلون انه انت وصلت لمرحله المباشر. طبعا هنا اختلفت المسؤوليه اختلف التركيز اختلف الطموح كبر شلون اللايف. انا اتصور يعني ما يفت يعني ماكو فرق بين اللايف والتسجيل يعني لان الاثنين نفس الشيء يعني ما مستحيل انه انت تغني على المسرح بالتسجيل ويوقف لك التسجيل يقول لك ها راح نعيد. تمام. لا ماكو يعني يعتبر مثل اللايف. بس هنا المهمه تغيرت انه راح تكون المهمه بيد الجمهور يعني هم راح يقررون منو راح يكون. اكو هنا العفو اكو هنا احساس داخلي. انت من تعرف انه انت الان دا يشوفوك 100 مليون مشاهد او 80 مليون مشاهد على الهواء مباشره تختلف ما انه انت تسجل وبعدين تنعرض الحلقه. بس هي نفس الشيء يعني الصور هي نفس الشيء يعني بالنسبه للمطرب يعني يمكن نفس الشيء. اي يعني انت راح تصعد تغني راح يصوروك هناك مستحيل يعني تقول لك انت اذا يعني لك دقيقه ونص. دقيقه ونص هذه الدقيقه ونص اذا عبرتها بثواني يعني اتصور انه الموسيقى توقف وانت تغني. نروح على مرحله المباشر. غنيت اول اغنيه اتصور غنيت على المحبوب على المحبوب. قبل كان موال اكو موال. اول اغنيه هاي كانت. ايه. مو هي صح والله انت عارف مو انت بوز موال. لا مو شويه زين اشرب عصير هذا العصير الفريش. ايه. شويه يخليك تستذكر وتسترخي. غنيت اغنيه حلوه على المحبوب ودوني. ايه صدق مخطوبه يا فلان الموال. الموال الفنان على العيساوي. على العيساوي تحياتي. انت على ما يبدو ذكي اختاريت الموالات اللي ناجحه يعني موجوده يعني عند بالشارع العراقي يحبوها. المفروض هذه الاغاني يعني تكون على مستوى العالم العربي. يعني اتمنى من كل فنان اذا يدخل الوسط الفني انه يغني هاي الاغاني لان اعتبرها هاي مدرسه. تمام. يعني واحد من يغني اغاني سعد جابر لو حميد منصور قحطان العطار. يعني هاي فنانين يعني
يستحقون ان واحد يوصل يعني حتى اذا وصلنا احنا يعني قدرنا نوصل. اعطيك معلومه انه الفنان سعدون جابر الفنان الكبير في احدى لقاءات وياه كان فرحان جدا من غنيت له يا ام ويا ام لوفه. شرف الي. فكان فرحان جدا وقال انا يعني عرفت انه هو يعني عبر الى مرحله ثانيه. شرف مخطوبه وغصب يا فلان تهديه لاحد ولا كانت هيك مجرد مواد؟ مهديه الى كل الجمهور. الى كل الجمهور ولا كل الجمهورات؟ الى الجميع. الى الجميع. انت اليوم راح تشلع قلبي. ليش؟ قول لي ليش؟ لان انت وسطه جدا. لا مو هذا انا احكيك الحقيقه انا دام يعني ما راح زين احكي لي قبل ما ندخل اجمل تعليق جاك من معجبه شنو؟ اجمل تعليق والله ماكو تعليق من معجبه ما حلو كل تعليقاتهم يعني واحد حلوه كان مميز وغريب. كل تعليقاتهم حلوه يعني انت ايضا يعني حتى الشباب العراقيين اللي شاركوا وياك يعني انا ايضا استضافيت الشاب الجميل الكرار صلاح استضافته في حلقه من الحلقات حياتنا الى وحكينا يعني حكينا عنك وعن طيبتك حبيبي وعن انت شخص مسالم جدا الله ومحب جدا واكو تفاصيل كثيره لازم نعرفها الجمهور يعرفها لانه نعم. يعني اصبحت الان انت شخصيه عامه جدا فالعالم يحبون يعرفون الاشياء اللي ما شافوها بذا فويس. طبعا انا بطبعي هادئ احب الهدوء. تحب الهدوء؟ اي احب كل الناس حتى اللي يضوجون مني احبهم. زين اكو حد اكو حد يضوج اذا اكو حد يضوج اكو حد يضوج من عندك؟ مزعل ما اعرف مزعل احد؟ ارد اتذكر اشوف اذا اكو واحد زعلان مني لا ما اتصور لان مستحيل ازعل احد انا احب كل الناس احبهم يكونون قريبين مني ما اريد احس الناس انه ستار ها لا بدا يتكبر حس نفسه هاي اريد اكون متواضع ايش قد يعني برافو عليك والتواضع حتى الناس يعني تبقى لأن هم سبب نجاحي اكيد لان أكيد. لو التواضع شيمة النبلاء تواضع شيمة النبلاء. زين الان هسه خلينا هسه اكيد الناس يعني حابين يسمعون من عندك شيء لم يسمع من قبل. لم يسمع شو تحب تغني لهم؟ اوكي اكذب عليك 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 لو قلت بحبك لسه اكذب عليك اكذب عليك لو قلت نسيتك همسه اكذب عليك أم أنا إيه قل لي أنت أنا إيه اختار لي بري وأنا رسالي أم أنا إيه قل لي أنت أنا إيه اختار لي بري وأنا رسالي أنت حبيبي يعني لسه حبيبي ولا حبيب عشان كنت حبيبي انت حبيبي يعني لسه حبيبي ولا حبيب عشان كنت حبيبي قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي. الله يا سلام شوي تعبان صوتك يجنن حبيبي. ستار عمرك 12 سنه وتغني 11 سنه غنيت تذكر كلما صليت ليلا ملايين. اكثر مطرب تاثرت به والفنان كاظم الساهر. ايه زين ستار بعد ان فزت بذا فويس من بعد شفت هذه الاغنيه مال تذكر تذكر استمريت انه اسمع الاستاذ كاظم الساهر و طبعا هو فنان احنا الحمد لله احنا نفتخر يعني بيه نفتخر فنان بيه بقيمه كاظم الساهر الحمد لله. انا اتمنى ان شاء الله يعني انت بما انه انت يعني متاثر بفنان بقيمه كاظم الساهر اتمنى ان شاء الله تقدم اغنيه رائعه بها خطاب مهم جدا مثل اغنيه تذكر ان شاء الله للمستقبل ان شاء الله اكيد ان شاء الله يا رب. شنو الاشياء اللي صارت بينك وبين كاظم الساهر؟ صارت علاقه حميميه؟
استاذ كاظم من النوع الجدي، ماكو مجاملات، عصب عصب عليك مره من المرات؟ لا هو يعني ما يعصب على احد. زعل عليك مره من المرات؟ لا ما اصور، مستحيل. هو هذا زعل باصلاح يعني، لا بس هو يضغط علينا اكثر من اللازم حتى نقدم شيء حلو زين. يعني وما يعني هو من يحكي يعني يحكي لمصلحتنا، تمام. حتى من نطلع بصوره حلوه، تمام. الخطا مرفوض باللايف يعني تمام. تخطأ ملايين الناس تشوفك، تمام. لازم تقنع الجمهور حتى يصوتوا لك، تمام. اذا حبوا امكانيتك واذا مسيتهم باحساسك وصوتك اكيد راح تكسب حبهم وتصويتهم. برافو عليك. فنان بقيمه كاظم الساهر اكيد كان مراهن وكل اسمه وعطائه يعني يم ستار ويم الفريق مالته، اكيد فهو من يكون حريص، من يكون دقيق، لان هذا ايضا اسمه مرتبط بهذه العمليه. طبعا كان فرحان يمكن اكثر من عندك عدمان اخذ الدفويز. الحمد لله كان فرحان جدا. ايش حافظ كاظم الساهر تغني له؟ اكثر اغنيه تمنيت انه انت مغنيه من اغاني كاظم الساهر. استاذ كاظم شو تحب يعني تغني؟ انت غنيته وهو يقول لك انا حبيت هالاغنيه بصوتك من اغانيه. احب انا احب تذكر، لا العفو شو اسمه، اتذكر بعض طبعا بالي هسه انا ما اقول لك تذكر يا ستار. اي تذكر مال الاغنيه مال المحكمه. المحكمه فظيعه، حلوه اغنيه فظيعه. اي يعني هاي بس هاي اغنيه يعني قصيده والى اخره. يعني ممكن تغني ستار قصيده بالمستقبل تطمح؟ اتصور من بعد استاذ كاظم الساهر ما حد راح يغني القصيده، ما حد راح يقدر يعني. زين سمعنا كثير اشياء انه انت من الممكن تسوي دوتو انت وكاظم الساهر. احنا عملنا دوتو، استاذ كاظم هدالي اغنيه يا الكذاب يا الغشاش. راح نحكي بها وحده ورا الفاصل، راح اقول لك يا الكذاب يا الخداع. هاي ورا الفاصل. هي هذه الاغنيه يعني انا اشكر جزيل الشكر. يعني لحنها بتصور يوم ما ادري يوم وطلعنا على المسرح. اي يعني طلعنا على المسرح ابطال الفرقه سوي كورال طلعت اغنيه. انت كنت ممثل جيد. لا خلينا بعيد عن التمثيل، لان التمثيل هذا الشيء ما نفكر ممكن تكون ممثل صعب. التمثيل يعني تمثيل الاهلي، احنا عندنا ممثلين عراقيين يعني ما شاء الله. منو مثلا الممثل اللي عجبك؟ كلهم ماجد ياسين. ماجد ياسين زين. هذا كفنان كوميدي، كفنان تراجيدي انت تشوف ممكن يعني يعجبك مثلا كم؟ والله كلهم يعني عموما اكو ما اريد اذكر يعني. ماشي انا عرفت انا عرفت يعني انا عرفت طبعا انه انت تريد ترضي الكل على مود. لا الحقيقه هذه يعني انه هم كلهم اساتذه وممثلين رائعين. اكو ما طول يخلوك تحزن ويخلوك تفرح بنفس الوقت، يعني هذا التمثيل راح يعني تمام يكون صادق يعني اثروا بيك. هذا بس بالمناسبه انت يعني شكلك جدا كممثل وتطلع دور رومانس ها وتحب بنيه وانت من عائله فقيره، بعدين تصير مطرب مشهور وبعدين تتزوج واحد غني بعدين ترجع. هسه سوى السيناريو. ستار بالمناسبه العراقيين معروفين بالابداع بكل شيء وعندهم التقاطات مهمه. احنا يعني قبل ما نروح الفاصل راح اقول لك فد شغله، انه اكو شخصيه كثير معروفه بالصين، هذا الشخصيه عنده التقاطات دائما يعني اي حاله سلبيه. هاي موقع اجتماعي فيسبوك. حلوة عجبتك؟ طبعا عجبتني كلش. انا كلش حبيتها. فقالوا يا اخوان نقول هذا وين شايف يطلع ايش بس. طبعا كثير شغلات بدها تحصل بالفيسبوك. يعني شغلات اضحك يعني من كل قلبي يعني. شغلات حلوه. زين شفته هو يشبهك مو؟ يشبهني مو؟ انت شو تقول؟ والله ابي شبه منك. بس هو شخصيه هذا يعني ثائر الجدل بالعالم كله. يعني شخصيه حلوه. عموما قبل ان ننتقل الى مكان اخر ها؟ كمل ضحكتك لانت واحد. اوكي. ايش راح نسمع من عندك الان؟ تسمع من عندي عربي عراقي شتاع. كيفك انت شو تحب؟ احنا نريد نسمع اشياء خلي الناس يعرفون بعد اكثر عن طبيعه صوت ستار. اوكي يعني انت صوتك بمساحات حلوه وكنت تتمنى تغني اغاني بس يعني قواعد البرنامج محدودين بوقت يعني كنا بالبرنامج. تمام شنو اكثر اغنيه كنت تتمناها تغنيها بالبرنامج وما غنيتها؟ كنت تحلم انه تغنيها؟ لان الاغاني كلها حبيتها بس انا تمنيت انه اغني تذكر، لان
بس ما يعني كان لان انا مع الاستاذ كاظم الساهر. هو من يختار لكم الاغاني؟ كاظم المدرب مال؟ لا اكيد احنا، بس الاستاذ كاظم الساهر يشرف منطينا يعني الحريه ان نختار براحتنا، ما ما مقيدنا. زين. بس انا يعني استشير الاستاذ كاظم الساهر بكل صغيره وكبيره، لان استاذ كاظم يعني خبره، وحبيت انه اكسب من خبرته. من يعني صاحب خبره كبيره اكيد. من راح اسال الاستاذ هذه اغنيه شنو رايك بيها، اكيد يعني هو راح يعرف يعطيك النصيحه الصحيحه. ايه. طبعا يعني فانا حبيت انه دائما استشيره بكل صغيره وكبيره. زين. لحد الان تتصلون ببعض انت وكاظم الساهر ولا ماكو؟ ايه. اكو اتصال ايه بينك اكو وبينه؟ اتصال ايه. اخر مره سمعت بيه صوت كاظم الساهر وصلت الفندق قال لي شلون استقبلوك الجمهور العراقي؟ ايه. هو خابرك لو انت؟ احنا لان انا ما عندي رقم بغداد هسه. ايه. راح ان شاء الله اشتري سيم كارت. ايه. لا تقول اسم الشركه بعدين يصير. لا قول اسم الشركه ناخذ انا اكبر الناس. زين. قال لي ستار الحمد لله على السلامه، وحبيت اسلم عليك و انتبه على نفسك، حافظ على الرشاقه مالتك. تمام. يعني دائما ينصحني انه مره صار عندي شويه كرش. ليش؟ اكلت منه هواي شنو؟ اي فقلت للعلم هناك اكو قال انتبه دير بالك. طبعا هو استاذ كاظم يعني ما شاء الله جسمه هو رياضي انيق ورياضي. زين. اي فقال لي انتبه على جسمك. يعني اخر قبل يومين اخر مره كلمت الفنان كاظم الساهر. زين. الان ايش راح نسمع وننتقل الى مكان اخر؟ غريب ومن بعد عينك يا يما، محتار بزماني، يا هو اللي يرحم بحالي يا يما، لو دهري رماني، حاكيني يا يما، فهميني يا يما، غريب ومن بعد عينك يا يما، يا يما، محتار بزماني. الله الله. تدري أبوك ايش قد راح يزعل عليك؟ أبوي أقول له الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا. الآن ما أقول لك أنت دبلوماسي؟ ما أقول لك زين هسه أغنية لأخوتك؟ أنا لازم ها أخوتي؟ الله الله يا أخوتي. بعد الفاصل يا ستار. يا عين عليك يا المكيف، شكثر كنا من تشتغل نكيف، بس شنسوي باللي قطع الكهرباء علينا، وانت يا صوبتنا صار سنين وياج، يا عيني على ثلاجتنا، ديري بالك على الرف الفوقاني، وديري بالك على الفريزر، يلا اخذ البداية لعش اسوي. اشترك الان ويا ليوي وابو جاسم على موبايلك، ارسل الرقم 8 الى اي من الارقام الظاهرة على الشاشة. تقارب روح واحدة. مشاهدينا الكرام رجعنا لكم بعد الفاصل مع الكذاب الخداع الغشاش. هاكل عليه؟ يعني مدربك قالها عليكم. حلوه هاي الاغنيه. حلوه حلوه وعجبت الجمهور حبوها كلش. اغنيه بسيطه و يعني بيها الكلام مالتها يعني بيها تمثيل وصورة، يعني احنا مثلنا شيء بسيط بس همين يعني حاولنا انه تمام. نطلع بصورة حلوة الحمد لله. عجبتك مو؟ حلوة عجبتك؟ اغنية حلوة وهي بيها صورة، يعني كأنه اشوف انت كأنه اشوف قصة. أيه. انه اكو شاب حلو رومانسي. أيه. شفاف حساس يتلاعب على مشاعر الناس. أيه. يعني اكو صورة حلوة، اكو صورة حلوة. نسمعها من عندك؟ اوكي. بس انا بدي مظلوم. اقول قول لمعجباتك انا مظلوم. لا والله انا مظلوم، لا بيدي ولا ذنبي، تسمت لها تسمت لي جنيت وقف قلبي، لا والله
أنا مظلوم لا بيدي ولا ذنبي، تسمت لها تسمت لي جنيت وقف قلبي، أول حب يا صاحب أول حب يا صاحب، قلبي طاير وذايب، ساعدني أنا ترجاك عين حالتي عاين. الله حلو حلو. ستار تذكر أول حب عندك وانت صغير؟ حب الجيران، حب المراهقة؟ أنا دائما اجتماعي، أحب أصدقائي ومتواصل وياهم. كم واحدة حبيت؟ لا لا تحلو من تصغير يعني ها؟ حلو؟ إيه؟ أحلى أحلى شو أحلى ولد المنطقة؟ لا أنا هواي عندي لا ها؟ زين شو يسموك؟ إيه هواي عندك لا، شو يسموك بالمنطقة؟ شو يدلعوك؟ شباب الأصدقاء؟ دائما يصحوا لي ستوري. ستوري ستوري. زين إيه؟ تذكر حبك الاول بجيرانكم ايام المراهقه عمرك 13 12 ماكو؟ لا هم لا ما عندي حباني يعني مفرغ حالي للفن. لا بس هاي ايام المراهقه يعني مشاعر بريئه وممكن تحب. اكيد اكيد بس ولو عندي كان قلت اسمع. ولحد الان لا توجد اي امراه في حياه ستار؟ بس اكو اغاني وموسيقى وفن. هذا جواب هذا حتى يكون يعني معجبيني وكل اللي دا يواصلون وياي يعني حتى مفرغ حالي للفن حتى أوصل صوتي بصورة حلوة، أسعد الجمهور بالغناء بكل شيء إذا أحضره إلهم. ما أريد أنشغل بأمور أخرى. جيد يعني زين. بين ما إحنا يعني خلنا عيشك بجو راجعك جو النجاح وجو البرنامج وجو اللهفة وجو الانتظار وجو التشوق وجو المشاعر هاي والقلبك يدوق ها؟ قل لي شنو جديدك بين ما ثواني يوصل الظرف؟ هذا الظرف ببعض الأسئلة. شنو جديدك؟ ايش راح نشوف من ستار يعني؟ هذا كده انت قلت ان شاء الله اكو اعمال راح ابديها مع الشركة يونيفرسال. يعني انتظرونا ان شاء الله بالايام القادمه، واكو اغنيه سنجل ان شاء الله تنزل نهايه الشهر ان شاء الله. ان شاء الله تعجبكم ان شاء الله. كلمات الحان ولا بعد يعني؟ حصري. بعد جيد. مفاجاه 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 حلوه. ان شاء الله اكيد مفاجاه. ايضا احنا عندنا يعني لك بعض المفاجات. اكو كثير اسئله مهمه من الناس. من عرفوا انه احنا يعني انا راح التقي بيك حملوني امانه انه اسالها، وبعض الاسئله هي اللي هي من عندنا. ثواني ويجي الظرف. تدقق هذا صار مثل عصر حلال تحارش هاي البلاد. الموعد ويلي الموعد قلبك يدور الجمهور اختار. ستار يا ستار الجمهور اختار كراس صلاع. راح اسالك اسئله وبعدين لو تحب اخذ رايك بستار وعدنان وسامر و كل واحد يقول لي عنه كلمه يعني كرار اخويا، ويعني احنا قاعدين سوا بالغرفه وما راح انسى الايام اللي قضيناها سوا. زين سيمور فنان راقي امكانيه جميل. محمد الفارس مليء بالاحساس صوت حلو. كلهم حلوين. بعد منو؟ عدنان فظيع. سامر السعيد كلها يعني ما اعرف شلون اقيمهم. صوت واخلاق. انتم كنتوا مجموعه من الشباب على ذكر هاي الاسماء كلها اللي قلتها بتجرد كانه انت الان مو ستار سعد، انت الان مشاهد. بس ارجوك لا تعطيني جواب دبلوماسي. يلا اوكي اوكي اوكي. لو انت كنت صاحب القرار باختيار ذا فويز ما عدا ستار سعد، منو تختار من ذول الشباب؟ كلهم. الصراحة يعني والله حير ما اقدر اختار. انت يعني انت قلت انه هاني يسحرني الفنان كاظم الساهر. من ذول الشباب مثلا منو حسيت صوته قريب لك اقرب يعني واحد بي كلهم والله. لا يعني لا والله يعني الحقيقة يعني لا تحرجني يعني عقيل. الاصوات الموجودة يعني كلها يعني تحير يعني هم الاساتذة يعني هم فنانين زي. على مستوى العالم العربي
حاروا ويختارون منه داخل بالأصوات. زين. يعني كيف تريدنا أنا أختار صوت؟ زين. أوكي راح أسألك مثل سؤال. مثل الموجودين بالبرنامج. راح أسألك سؤال آخر بطريقة أخرى. أوكي. شنو الشيء الموجود بصوت ستار ما موجود بصوت سيمور وعدنان؟ أو شنو الشيء الموجود بصوت عدنان وسيمور ما موجود بصوت ستار؟ الجمهور هذا قيمه يعني. الجمهور. ايه ما اريد يعني شو اسمه. زين. لان هذا السؤال يعني مو هين اي واحد يعني يحكي عن شخص. هم نجوم ذا فويس راح يكون هم كلهم المشتركين نجوم بالنسبه يعني الي يعني بالنسبه الي كلهم نجوم. ما اقدر اقيم يعني انا اجي اقيم المشتركين كلهم. تمام تمام. احنا نتمنى انه هاي المجموعه يعني الشباب العراقيين اللي اصواتهم جميله ان شاء الله تغنون اغنيه بحب الوطن ان شاء الله. يعني ان شاء الله احنا هاي امنيتنا لان كل الاصوات هي جميله. السؤال يقول لك بصراحه ما هي يعني بصراحه جاوب. اوكي. ذا فويس وستار احلى صوت. احلى صوت. ستار سعد فاز بذا فويس بسبب ابتسامته وحضوره؟ اكيد ضافت لي ابتسامتي وحضوري. انت شو تقول؟ انت الجواب لك. أرد أشوف أسألتك رأي يعني أنا أسألك سؤال. ايه؟ عقيل. يلا شنو رأيك بالأصوات الموجودة أو شنو رأيك بستار سعد كصوت من غير مجاملة؟ من غير مجاملة. ايه؟ كصوت أنا ما حبيت صوته. ايه؟ ويعني صوت طبيعي. ايه؟ أنا لو أنا لو صاحب القرار شنو اللي خلى ستار يأخذ ذا فويس؟ شنو خلى ستار يأخذ ذا فويس؟ يعني لأن صوته حلو. لا. هو ستار تخربط شكله. لا انت بقى راح تشيل كيها بصراحه. انت صوت جميل حقيقه. هاي حقيقه. هاي حقيقه. لان هذا الفن ما في مجامله. لا ما في مجامله. اكيد انا يكفيني يعني راي الاستاذ كاظم الساهر انه قيمني. طبعا. بس يعني حلو نسوي حوار. تحب اغزل بيك؟ يلا. لا انت كصوت صوت حلو. صوت بيه مساحات جميله. نعم. جمالية صوتك انه انت كل ما تغني يعني بطبقات اعلى كل ما يكون يعني اكو عذوبة بصوتك. حضورك على المسرح يعني حضور جميل جدا. الان اعتقد هو وقت الشكل ايضا يعني يساعد كثيرا. بس شنو فائدة الشكل اذا شكل ما يمتلك صوت؟ تمام. اذا امتلك الصوت اذا نجمع الصوت والشكل راح يكون راح اكيد تطلع عندنا شيء حلو يعني. تمام. اذا نجمع الصوت والشكل والابتسامة الحلوة والاخلاق الحلوة راح يصيرون ستار سعد. هاي حقيقه. هاي حقيقه. انا كلش يعني في ختام الحلقه راح اتكلم عنك كلام حقيقي. روح. كثير من الناس قلقين ويقولون انه يعني ستار لربما انت راح تروح لدبي تستقر بلبنان تروح لفرنسا. احنا شعبك احنا نحبك احنا بلدك. انا لو ما احب شعبي وبلدي ما كان اجيت على العراق. وكثير من الناس ها ستار صار بعد ما راح ينساكم ستار ما ادري شنو. لا انا بالعكس متواصل ويا جمهوري ولان انتم اللي سويتوني انتم اللي خليتوني اكون احلى صوت. تمام. انا مثلت بلدي بكل ما املك الحمد لله والشكر ان شاء الله يعني مثلت بلدي بصوره صحيحه. حب الجمهور وتواصلهم وخلاني اخذ اللقب اكيد راح اظل متواصل وياهم ما راح اقطع ابدا. جميل جميل. تحت سقف الديكورات اي والان تحت سقف النجوميه والشهره شو راح تتعامل مع هذا الموضوع؟ طبيعي راح يكون شيء طبيعي ماكو احلى من الطبيعه مو صح. مثل ما كنت ستار سعد بالديكور والاعمال اللي اشتغلتها بحياتي راح اكون نفسي ما اتغير. ايه زين ستار لو 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 لم تكن يعني مطرب شنو كنت تحلم تكون؟ اظل استمر بالعمل مع والدي. تحب الديكورات؟ اكيد. الديكور يعني شغلتي هي يعني. تحب الديكورات؟ اي اكيد. من اعلنوا فوز ستار طبعا انت قبلها مرحله كنت خايف جدا. بيا مرحله كنت مريض وغنيت؟ مرحله علي حسن بالمواجهه. زين من قالوا ستار يعني قبل ستار سعد من قالوا ستار سعد هو ذا فويس. احكي لي هاي اللحظات اللي اعتقد لا تكرر شنو كانت هاي مشاعرك؟ بس قبلها ايش راح تسمعني؟ كذاب دول ابن الوقت بمحبتك كذاب روحي تمرمرت من عشرتك كذاب او تريد اريد النوب لك لا ما اريد كل شي انقضى
أو تريد أريد النوب لك لا ما أريد كل شي انقضى لو صرت بس انت الدواء لا ما أريد وانسى الموضوع لو صرت بس انت الدواء لا ما أريد وانسى الموضوع كذاب كذاب كم زلة منك بينت وما جيت عاتب مرة ومن عشرتك قل لي شفت غير الألم والحسرة كم زلة منك بينت وما جيت عاتب مرة ومن عشرتك قل لي شفت غير الألم والحسرة وتنطرت أنا أدري يهواك القلب بعدك وبعدك يعذب حالي وادري لي يحب ليلة صعو هايم يظل التالي لكن فلا أوصل بعد لا ما أريد كل شي انقضى لا رزق لو صرت بس انت الدواء لا ما أرد وانسى الموضة كذاب ستة كذاب يسلم صوتك حلو حلو يعني هذا دليل على يعني وصولك لهذه المرحلة من النجاح دليل أنه أنت تغذيت فنيا من صوت طبعًا. الفنان الكبير ياس خضر وسعدون جابر هذول مدرسة ورياض أحمد لكن جاوبني الآن على سؤالي من قالوا The Voice هو ستار سعد أيه. شنو هذا اللحظة صار بيك انت اذا خلوك بهيك موقف شنو راح يصير رد فعلك يعني والله لحظة ما اعرف انا يعني ما فزت فما احس بهذا الاحساس اوصف لي انت احساسك صار بيك احساسي اللي كنت متأكد انت راح تفوز لو وين كنت تشك من انت شبيت عيوني شلون نطن أيه. انت كنت يعني ستار أيه. كنت من منو متخوف من وهم ولا سيمور ولا هالة كلها اصوات يعني اكثر واحد كنت خايف من عنده اكثر واحد كنت خايف من عنده تشرح بالتصويت وهاله وشغله ثانيه يعني خفت من شغله انه التصويت لا يضيع بيني وبين سيمور يعني ينقسم بالنص اي يعني زين. انا خفت جدا زين. من هاي وخفت انه الجمهور اللي يختار سيمور ويختارني اني ينقسم التصويت ويروح اللقب الغير الحمد لله بقى اللقب عراقي زين ايش قد كان عندك بالميه قناعه يعني انت متاكد انه اللقب يعني راح يكون للستار أقفت نسبة معينة كنت تحس؟ أبد أنا يعني صعدت مرحلة أخيرة أنه قلت خلاص أنا وصلت أنا متفي أنه أنا مثل فريق أستاذ كاظم الساهر هذا فوز The Voice أحلى صوت للموسم الثاني ستار سعد تتفضل معنا على المسرح ألف مبروك تحية كبيرة لستار أحلى صوت للموسم الثاني مشاهدينا الكرام راح نختم على صوت ستار سعد حقيقة وأحكيها أنه ستار سعد يتميز يعني بخلق عالي حبيب. بالتزام عالي بمحبة بعفوية مسالم مع كل الناس هاي كانت حقيقته فعلا هو ما يحب يزعل أي أحد فلذلك كانت أجوبته وسطية ما حب الناس يعني يزعلون ولا يكون يعني ناقد أو إلى رأي صفحة بيضاء ستار فعلا أنت مثل ما قال عنك كاظم الساهر أنت مثال للفنان العراقي الشاب أتمنى لك كل التوفيق شكرا جزيلا لك شكرا ورح نسمع أغنية من عندك ونسمع موال أمان ما
مدرين الوقت ما ينصف وياي، لو ان ادري اعتقد ما فارقتكم، اشتريت الغربة بس صدقوني والله. بعت الدنيا كلها وما بعتكم. هلي هلي كم ذكرى ظلت عدكم هناك، وكم صورة على الحيطان عدكم، وداري 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 انت العارف بحزني، وداري يابا وداري وداري، صرت بعيد عن اهلي، صرت بعيد عن اهلي وداري، صرت بعيد عن اهلي يابا وداري، حبك والعراق، حبك والعراق، العراق شلون بي، حبك والعراق شلون بي.